ما احنا متابعين من اول بدايه قمه المناخ بنشوف كل شويه او كل يوم تقريبا في مبادرات بيتم اطلاقها. في قمه المناخ تم اطلاق مبادرتين مهمين لتحقيق، واحده لتحقيق الامن الغذائي للشعوب والتانيه للاتصال والتكامل بين مبادره العمل المناخي والتغذيه. اطلقتها وزاره الصحه بالشراكه مع منظمه الصحه العالميه ومنظمه الزراعه الاغذيه والزراعه. المبادرة بتعمل على تسريع وتيرة العمل في معالجة تداعيات التغيرات المناخية على سوء التغذية ودعم نظم التحول لأنظمة غذائية صحية مستدامة. وزارة الصحة نشرت فيديو من خلال صفحتها الرسمية بيوضح التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وإن عواقب التغيرات المناخية كبيرة، منها ارتفاع مستوى البحر، وجود فيضانات، عواصف كارثية، و تدهور التنوع البيولوجي. يمكن كنا بنتكلم مع حضراتكم امبارح ازاي انه قمه المناخ اثبتت انه المناخ له علاقه بكل تفصيله من حياتنا اليوميه. خلونا نشوف هذا التقرير.